فكر أن السيد المدير أجاب على أغلب الأسئلة التي كانت طرحت والانشغالات في ناحيه الممرضين. غادي نركز على واحد النقاط خاطر بانت بلي كاين واحد سوء تفاهم على الاخر لا عندكم واحد ستريس ولا الناس ما فهمتش. نرجع كي نقولوا باغ اكزومبل لي دو زيكتار اللي محفيين ما رانيش نهضروا على لي سيريال وكان عندها 1000 هكتار ومحفي. البقول الجافه وكان عندها 1,200,000 هكتار محفي. تومو كذلك صافي نهضروا على هادو عندهم انحلالات دائمه. الاغلبيه تاع المتداخلين على حسب اللي نعرفهم خاطر انا عندي معرفه شخصيه بهذه الاغلبيه تاع لي جون دو امانو متواجدين في قطاع الحبوب في سيريا. هادو لي دو زيكتار ما فهمهمش. لي دو زيكتار بانهم المشرع الجزائري دارها سويفو ايميتي على التيريتوار ناسيونال ودارها على كاع انواع المحاصيل اللي غادي تكون انفوزابل معناها خالقه غير محفيه اللي بالحوت. معناها اذا كان الفلاح داير القمح ما دايرش عيش ما دايرش خضار ما داير مهما كانت المساحه تاعي راه محفي. هذا اول لبس. النقطه الثانيه اللي همتني ايضا كان واحد الفلاح قصدها وعجبتني من طرح السؤال هو النظام الجبائي كيفاش داير؟ اسكو رانا في الفورفيل ولا في الحقيقي ولا شنو؟ قدرنا نفهموا بلي الممتهن ولا المهني في القطاع الفلاحه سواء كان مربي ولا فلاح عنده دو ديكلاراسيون حطهم لزام. لا ديكلاراسيون الاولى اللي هضرنا عليها هي جي 15. هذه شنو قلنا فيها؟ يقولنا بلي يعطينا دي ارقام ما يمدناش المبالغ. يقولنا مثلا بالنسبه للمربي يقول لي عندي 20 بقره ما يقوليش شحال. يقول لي عندي فلاحه داير 3 كتارات جبال ولا عندي 2 كتارات دايرهم شجره تاع مشماش مثلا. هذا ما يصحش. هذا في جي 15